وذكرنا أن الكفار يتبعون معبوداتهم، فعباد الأصنام والأوثان والكواكب والنار والأحجار والأشجار يتبعون معبوداتهم إلى جهنم وبئس المصير. وأهل النفاق يظلون مع أهل الإيمان، فلما يتوجهون إلى الصراط يضرب بينهم بسور له باب، فينفصل أهل النفاق عن أهل الإيمان، فيتساقط أهل النفاق في النار ويبقى أهل الإيمان وفيهم ضعاف الإيمان، فيضرب الصراط على متن جهنم. فيجوز أهل الإيمان على قدر أعمالهم، وكل واحد منهم نوره على قدر عمله، فمنهم من نوره مد البصر، ومنهم كالجبال، ومنهم مسافة قليلة، ومنهم نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة وينطفئ أخرى. فيجوز الناس على الصراط، فمنهم من ينجو، ومنهم من يخدش لكنه ينجو، ومنهم من يسقط على وجهه في نار جهنم. ثم بعد الصراط يأتي أهل الإيمان على القنطرة، وهي آخر المراحل قبل الجنان. يأتون إلى القنطرة ينقي بعضهم بعضا، يتحاسبون، فيأخذ بعضهم من الآخر، فإذا نقوا وطهروا يتوجهون إلى الجنة. إنها الجنة الموعودة، إنها دار السلام، إنها دار الخلد، إنها دار المقامة، إنها جنة المأوى.